السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة العاشرة من تاريخ الضياغم. سبق وأن ذكرنا في الحلقة التاسعة خطة عميرة مع أخوها عمير عندما أخذوا الحصان، حصان عرار مشهور، ولقحوا فيه الأفراس حتى سبقت أو حاذت حصان مشهور في المعارك، ثم قام عرار وضرب زوجته وكسر ثنيتها، وأرسلت عميرة ثنيتها مع الفرس حتى تطلب الفزعة من أخوها عمير. بعد ما شاف الثنية عمير بن راشد، ثنية أخته مكسورة ملصقة بديدال الفرس، عرف أن أخته تطلب الفزعة والانتقام من عرار زوجها، فقرر الغزو عليهم، وانتظر حتى ما غزا شهوان مع ولده عرار وبعض القبيلة أو رجال القبيلة عندما غزوا في غزوة بعيدة، وكانت قبل الغزوات تطول مدتها. قرر عمير أنه ينتقم لأخته عميرة، فجاب صانع وخلاه يصلح مقلاع يقلع الأسنان علشان يروح يثأر لأخته من نساء آل شهوان اللي هن بنات شهوان والقبيلة، قبيلة آل شهوان. يوم إنهم غزوا آل شهوان، شهوان وعياله وجماعته بغزوة بعيدة، جاء عمير للقبيلة ومسك البنات، وكل واحدة قال للخادم اقلع منه ثنية ثارا لأخته، وقام يقلع ثنايا البنات كل واحدة ثنية. في واحدة من البنات كانت صغيرة سن واسنانها دقيقة، فقلع ثنيتين، أخطأ الخادم هذا أو الصانع وقلع ثنيتين، وصاحت البنت يا عمير. وجاء عمير وش فيه؟ قالت ان الخادم قلع ثنيتين، انه ظلمني قلع ثنيتين، وخذ عمير سيفه وضرب الخادم اللي قاطع راسه وقتل هذا لانه اخطا وقلع ثنيتين. فارجعوا جماعة عمير بعد ما قلعوا ثنايا البنات، رجعوا لقبيلتهم، وخذ عمير أخته عميرة معه. بعد ما رجع شهوان وابنائه اللي هو عرار ومحمد وبعض قبيلته أو قبيلته الرجال طبعا اللي راحوا معه للغزو، رجعوا لقوا الحريم تصيح وتشتكي أن عمير جاء وقلع ثناياهن. فانقهر يعني شهوان وقال هذه الأبيات يتوعد عمير بن راشد. يقول شهوان بن منصور الضيغمي، وكان شيخ القبيلة هو عموما، يخاطب عمير بن راشد يقول: ما ظل عقلك يا عمير بن راشد، ما تفتكر والدائرات تدور، وتمنيت أنا والشر ما ينتمنى أني وابني عندهن حضور، ليه يوم جيت والنشامة مغيبة تفدع ببنات كنهن بدور، لهن قدر عند كسابة الثنا وعند الرزايا ما لهن قدور، إن كان هذا الحرب بيننا وبينكم اذبح نذرك يا عمير جزور. فلما وصلت طبعا يتحدى عمير بن راشد يعني ويقول له ليش جيت وحنا كنا في غيبة. طبعا يتمنى شهوان انه كان عندهم يوم يقلعون الثنايا ثنايا البنات، يقول تمنيت انا وابني عنده انه حضور علشان يشوف الفعل وتصير المعركة وتقاتلون. فعمير كانت العداوة بينه وبين ابناء عمومته، كانوا يغزون على بعضهم وصار بينهم عداء وقتال في هذه السنوات. عندما سمع عمير بن راشد قصيدة شهوان يتوعده
رد عليه على نفس القافية، يقول: ما ظل عقلك يا شهوان بن ضيغم، القدر من كل الفروع يفور، العام ما نرضى له المهونة، واليوم ما ناقي له المعذور، صبورا على البلوى عمير بن راشد، يا ما ذبح للناحين جزور، على ضيفه وان كان هشلت به، وان كان بالوزمه عشاه جزور، انا مثل مردات النجوم اللي هوت، على قمه تدعي حصاك نثور. ان شاء الله في الحلقات القادمه راح نكمل ايضا معارك وخلافات الضياغم فيما بينهم، وإن شاء الله وصولا إلى آخر تواريخ الضياغم. تابعونا، أخوكم نايف الصنيدح، حياكم.